الجمعيات بتاعتنا بتشتغل على انها بتوفر للناس احتياجات ودعم اجتماعي وما الى ذلك، بس بتعمل ما هو اهم وافضل واكبر واعظم، انها بتشتغل على التمكين الاقتصادي، بتساعد الناس ان هم ياكلوا لقمه عيشهم بعرق جبينهم. طيب ازاي؟ دكتور مارجريت ساروفيم رئيس قطاع التنميه المحليه بالهيئه القبطيه الانجليزيه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله تمام. يا رب على طول. وانا بسمع حضرتك. لا ده انا يا بختي بقى، دي كده شهاده في حقي بقى، ده انا كده مبسوط جدا قوي خالص. ده حقيقي حضرتك يعني قلت كلام جميل. يا رب يخليك يا دكتور مارجريت. احنا بنعمل ايه علشان نساعد الناس وفي نفس الوقت نحن نساند نفسنا في النهايه يعني؟ صحيح. يعني انا عايزه اخد من كلام حضرتك اللي قلته العظيم، انه يعني انه الدور بتاع منظمات المجتمع المدني هو مش بيشتغل بمعزل عن دور الدوله وعن رؤيتها التنمويه، وده يعني عمل اصيل في الموضوع. وانا بضيف على ده طلبات دكتور مارجريت، الخط بدا يقطع، وده معناه ان احنا في مكان الشبكه فيه مش قد كده. كده كويس كده معقول، ومش قادر اقول لك اطلعي البلكونه عشان الدنيا حر. هيبقى صعب شويه. انا عارف. انا هحاول اقف. هنقرب بس من البلكونه شويه واحنا جوه. خلاص اهو تمام كده كويس. كده كويس خالص. خلاص يعني انا بقول حضرتك انه بضيف على الكلام ده ان كل مرحله ليها متطلبات وليها ضرورات. يعني في مرحله فيها كم من الازمات والمشاكل والاوبئه والاضطرابات وكل الازمات الاقتصاديه، يبقى الضروره والمطلوب هو ان احنا يبقى عندنا مشاركه فعاله، ونكون بجد زي ما قلنا كده في لقاء الاستاذ كتف في كتف وايد بايد مع الدوله. صح. علشان نكون بالحقيقي بنعمل عمل تنموي، ده مهم جدا، يكون له تاثير وتغيير في حياه الناس ملموس. يعني لانه ما حدش عنده يعني رفاهيه اني ما اعملش حاجه لها تاثير على الارض. وده دور التحالف ومنظماته من اول دقيقه، وهو ده اللي ضم الفكره الاساسيه سواء كانت نيه او عمل من اول دقيقه في مارس 22، ان كلنا جايين من خلال خبراتنا المختلفه بنقول ان احنا عايزين نعمل حقيقي تنميه لها تاثير ولها مردود فاعل في حياة الناس والأكثر احتياجا، هم اللي في عينينا وفي تفكيرنا وفي كل شغلنا. فمن هنا هو ده اللي احنا بنعمله في مجالات مختلفة. فبدأنا حماية اجتماعية، يعني حتى أنا هاخد رحلة سريعة أرجوك. بدأنا مع التحالف في الحماية الاجتماعية، لكن ما توقفناش عند النقطة دي. يعني دخلنا في مجالات مختلفة، لأنه ميزة التحالف الحقيقة ان بيضم يعني مؤسسات وجمعيات كبيره وكيانات خدميه لها عمر طويل جدا، سواء في النواحي التنمويه الشامله المستدامه او الخدميه بشكل عام. وبالتالي انطلقنا من الخدمه او الاحتياج المجتمعي الاساسي الحمايه الاجتماعيه، ثم دخلنا فيه بقى مكونات المهمه زي ما حضرتك قلت، كمكونات اقتصاديه وكمان المكون الزراعي. وكان لينا كهيئه الحقيقه يعني الشرف ان احنا نبادر مع التحالف في مبادره ازرع، اللي كان يعني الحقيقه كانت نقطه جميله جدا في شغلنا، ان في نوفمبر 22 اطلقنا مبادره كيبقى شغل من التحالف علشان يساهم فكره المحاصيل الاستراتيجيه توفيرها والامن الغذائي، فنركز على الامن، ونشتغل مع 100,000 من صغار المزارعين علشان يزرعوا مساحه 150,000 فدان. فالانطلاق كان في نوفمبر 22، لكن يوم 9 يناير يوم المؤتمر الاول الوطني للمؤتمر للتحالف الوطني في الماسه، يعني شرفنا بحضور فخامه الرئيس، التشجيع اللي احنا اخذناه والدفعه اللي قالها سيادته علشان مبادره زي مبادره ازرع انها تكبر، وان هو يعني حاطط امل حلو جدا على شغلنا المجتمعي الميداني في امر زي الاهتمام بصغار المزارعين من يمتلكون 3 فدان فاقل، ان احنا نشتغل معاهم في الزراعه وفي التمكين الاقتصادي وفي تحسين احوالهم المعيشيه. هنا احنا بنشتغل شغل متصل بخبراتنا الميدانيه
ففي ايفيدنس، في دلالات ان احنا نعرف نعمل ده، لكن بوجودنا في ظل التجمع نقدر نكبر حلمنا. فبدل ما بشتغل بحيز يعني ممكن يكون نص المبادره دي اقدر اكبر، وده فعلا حصل بعد 9 يناير. الحمد لله احتفلنا في مايو بحفلات للحصاد، فعملنا لقاءات في المنيا مثلا حضرها 12,000 من المواطنين والمزارعين عشان نحتفل بالحصاد اللي حصل في محافظات وجه ابلي اللي كانت مستهدفه في المبادره. وعملنا في المنصوره حاجه جميله جدا برضو، لقاء جميل حضره تقريبا 7,000 مواطن ومزارع علشان نحتفل بالحصاد، لكن كمان علشان نطلق المرحله الثانيه من المبادره، مبادره ازرع، واللي فيها هنستهدف 500,000 من صغار المزارعين علشان يزرعوا 1,000,000 فدان قمح. حضرتك يعني واخد بالك من انه طبعا هنا في يعني في شغل، في زخم بيحصل لو جهه لوحدها ما تقدرش عليه، وشرحه عند الجمعيات الاخرى الشريكه المحترمه جدا في باقي التحالف. اذا هنا احنا كل اللي بنقوله هي في نيات خير جدا، لكن لا نتوقف عند النيه، في اعمال خير وما نتوقفش على انه عمل خير صح. لكن عمل علمي مدروس له ايفيدنس، له دلالات ميدانيه مما لا شك فيه. انا اولا عارف قد ايه الهيئه الابطال الانجليه بتشتغل من سنين الحقيقه على دعم هذا المجتمع والوقوف جنب ناسه، ومن ناحيه تانية الدخول بتاع ان احنا بنعمل التحالف وتحديدا مشروع ازرع ده مشروع يعني مش عظيم، ده مشروع مذهل انه تشتغلوا لحد ما توصلوا ل 150,000 فدان، وبعدين دلوقتي حضراتكم بتشتغلوا عشان توصلوا مستهدف 1,000,000 فدان. لا انت عمليا مش بس بتقوم على التمكين الاقتصادي، انت بتشتغل على كمان اكتفاء ذاتي لمصر من الاقماح، بتساعد الدولة وبتساعد القطاع الاستثماري في هذا الموضوع، في انه يبقى في عندي اكتفاء ذاتي من الاقماح. انا عايز اشكرك جدا يا دكتور مارجريت، ارجوكي الف 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 شكر، وارجوكي لو سمحتي اسمحي لنا من وقت للتاني تبعتوا لنا لما يبقى في حاجات زي كده واحنا نيجي وعايزين نصور وعايزين نغطي كل الكلام ده، بحيث ان الناس كلها تعرف اللي حضراتكم بتعملوه، والناس كمان تعرف انه لما بنبقى عايزين نعمل حاجه بنقدر نعملها كويس جدا وتلت ومتلت. كل الشكر دكتور مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.